بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الرياضة والإحصاء. الليلة إن شاء الله هنشوف مع بعض المحاضرة الثامنة في كورس Discrete Mathematics أو الرياضات المتقطعة. إن شاء الله هنشوف Mathematical Induction أو الاستنتاج الرياضي إن شاء الله. طيب، the principle of Mathematical Induction is useful tool for proving that certain predicate is true for all natural numbers. It cannot be used to discover theorem but only prove theorem. طيب، هيستخدم الاستنتاج الرياضي في إثبات العبارات المنطقية والنظريات هنا في الحتة دي، وما بكون discover بس للثيوريم، لكن بس بكون بس بدي شنو النظريات. طيب، if we have a propositional function p of n and we want to prove that p of n is true for any natural numbers n, we do the following steps. طيب، عندنا خطوات معينة عشان نثبت ال p of n أو العبارة المنطقية p of n إنها عبارة صحيحة. في ثلاثة خطوات هنشوفها مع بعض فيها الاستنتاج الرياضي. أول خطوة اسمها basis step، والخطوة الثانية اسمها inductive step، والخطوة الأخيرة اسمها conclusion. The first step هنشوف show ال p of n is true، ال p of 0 is true، ال p of 0 is true. يعني شنو ال p of 0 is true؟ يعني بعوض الـ n بيساوي صفر في الجملة المنطقية بتاعتي، بلقى الطرفين انه شنو انه مساويات او زي بعض. في الحالة دي اسمها basis step او الخطوة الاساسية. نمرة اتنين، show ال p of n then ال p of n for any n element to zero. طالما ال p of n عبارة عن علاقة صحيحة، هثبت انه ال n p of n زائد واحد انها عبارة صحيحة بالنسبة لأي n تنتمي ل natural numbers. دي اسمها ال inductive steps. ال inductive شنو؟ step. الخطوة الثالثة، then ال p of n must be true for any n تنتمي ل n. بعد ما اثبت ال inductive step، معناه طوالي لي في حاجة اسمها conclusion، الختام، العبارة الختامية او الخطوة الختامية انه ال p of n دايما تكون شنو صحيحة، لان ال p of n plus واحد كانت شنو كانت صحيحة. طيب، نشوف مثال. لو عندنا واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة زائد خمسة، انت ماشي لحد n زائد n، الكلام ده قاله بيساوي n في n زائد واحد على كم؟ على اتنين. طيب، قال له الكلام ده، نشوفه نثبته كيف. أول خطوة، بعوض ال n بيساوي صفر، أو بثبت إن ال p of 0 is true. يعني بعمل شنو؟ بعوض ال n بالطرفين بيساوي شنو؟ صفر. الطرف اللي قبل يساوي والطرف اللي بعده يساوي. هيستخدم معناه ال n بيساوي n في n زائد واحد على اتنين، بعوض الطرفين في مكان ال n بلقاهم بشنو؟ زيرو. زيرو بهناك برضه بيساوي زيرو في زيرو زائد واحد على اتنين، زيرو في زيرو زائد واحد بزيرو، زيرو على اتنين بشنو؟ بزيرو، بتكون is true. دي الخطوة شنو؟ الأساسية أو basic steps. الخطوة الثانية هنشوفها عبارة عن شنو؟ شو زاد ال p of n استرو، في انه ال b of n استرو، معناه ده نثبت انه ال b of n زائد واحد استرو. بعمل شنو؟ بشيل العبارة بتاعتي واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة زائد لحد n بيساوي n في n زائد واحد على اتنين. في الطرف الايسر بلقى n واحدة، بقوم بضيف للطرف الايسر في مكان ال n بيضيف له واحد، معناه بتكون شنو؟ تبقى n زائد واحد، بضيفها لشنو؟ بضيفها للطرفين. اصلا هي n وبضيف لها واحد تبقى n زائد واحد، بشيل n زائد واحد دي بضيفها لشنو؟ للطرفين. بعد ما ضيفتها للطرفين حامشي للطرف الايمن اشتغل فيه. الطرف الايمن عبارة عن شنو؟ البعد يساوي، معناه هيكون كيف؟ اول شيء هقوم اوحد المقامات، لما اوحد المقامات كلها اتنين، دي اصلا عبارة عن شنو؟ الطرف بيساوي n في n زائد واحد على اتنين زائد n زائد واحد. لما اوحد المقامات معناها بشيل قاسم مشترك اتنين، هتكون اتنين n زائد اتنين ده في الحتة الحمراء زائد n زائد واحد، كلها مقسومة على شنو؟ على اتنين. كل المقام ده كله، الكلام ده كله مقسوم على شنو؟ على اتنين. طيب، جوا القوس في اتنين n وزائد، هضرب القوس، هضرب ال n البرة في القوس، تبقى 2n زائد 2 n في n بn تربيع و n في 1 بشنو؟ بn، تبقى 2n زائد 2 زائد n تربيع زائد n، كلها مقسومة على شنو؟ على 2. طيب، الكلام ده بيساوي لنا شنو؟ n و n زائد 1 n و 2n تبقى 3n، تبقى 2 زائد 3n زائد n تربيع. ممكن اقوم دي عبارة عن شنو؟ مربع، دي عبارة عن شنو؟
معادلة من الدرجة التانية ممكن أحللها تبقى n زائد 2 في n زائد 1 أو n زائد 1 في n زائد 2 كلها مقسومة على شنو؟ على 2. وأنا هدفي إنه أصل لشنو؟ هدفي أصل لإنه الجملة بتاعتي في الطرف الأيمن تكون شنو؟ n زائد 1 في n زائد 2 كلها مقسومة على شنو؟ على 2. وده اللي عاوز أوصل له. يلا كده نشوف، نرجع للمثال بتاعنا. ده المثال، ده الحتة اللي كنا واقفين فيها، n زائد 1 في n زائد 2 على 2. طيب واضح انه ال n زائد 1 في الحتة الأحمر مع الواحد زائد الأصفر ده هتبقى شنو؟ هتبقى 2. الكلام ده كله مقسوم على شنو؟ على 2. فوصلنا للإثبات بتاعنا اللي عاوزينه، إنه عاوزين نثبت إنه for أي n زائد 1 is true. معناها في العبارة الأساسية في الطرف الأيمن إنه أي n لما تضيف لها 1 أصل لإنه شنو؟ تبقى n زائد 1 في n زائد 2 كلها مقسومة على شنو؟ على 2. في الحالة دي then ال p of n must be true for any n element n. دي اسمها العبارة على شنو؟ الختامية أو ال conclusion بتاعتنا. So هتكون 1 زائد n زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد لحد زائد n بيساوي n في n زائد 1 على 2 is true for all any n تنتمي لناشرال نمبر. او دي عبارة عن اثبات النظرية بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي ما مشترك يشترك في القناة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.